ينضم إلينا خلدون ديب المحلل السياسي. سيد خلدون، أهلا بك على شاشة القاهرة الإخبارية. ما هي قراءتك لما تهدف إليه كوريا الشمالية من هذه التحركات التي ربما يراها جيرانها نوع من التحرش أو الاستفزاز؟ أهلا وسهلا بكم وشكرا على الاستضافة، وبرحب فيكم كل المتابعين متابعينكم الكرام. يبدو أن كوريا الشمالية جادة في أن تصل إلى تجربة باليستية طويلة المدى بعد التجارب السابقة، لأن كما أوردتم في التقرير الذي عرضتمه قبل قليل، يعني هذا العام يعتبر رقم قياسي مسجل في التجارب الصاروخية لكوريا الشمالية. نعم. يعني يبين أن كوريا الشمالية جادة في أن تمتلك ترسانة صاروخية قوية جدا، مستغلة الظروف العالمية في الوقت الراهن والحرب الأوكرانية الروسية. هذه تستغلها كوريا الشمالية أفضل استغلال من خلال زيادة التجارب الصاروخية، من خلال زيادة أيضا بناء علاقاتها مع روسيا. وكلنا نعلم أن كوريا الشمالية سوف ترسل عمال للعمل في روسيا والمساعدة في تصدير النفط إلى كوريا الشمالية التي هي بحاجة إلى هذا النفط في الوقت الحالي الحساس. نعم، فيتبين أن فعلا كل الأمور تسير، أن كوريا الشمالية تضرب جميع القوانين الدولية، لا تترك العقوبات، وتزيد الضغط على كوريا الجنوبية، بالإضافة إلى إحراج جارتها أو حليفها الصيني، حيث علمنا يعني قبل في تاريخ 12 ديسمبر قبل أيام عقد اجتماع افتراضي بين وزير الخارجية الكوري ونظيره وزير الشؤون الدولة للخارجية الصيني وانغ إي. وأهم ما جاء في هذا الاجتماع هو التركيز على حيث طلب الوزير الكوري أن تلعب الصين دوراً. نعم. في دعم الحوار مع كوريا الشمالية، وهذا ما أكد عليه الوزير الصيني، وقال نحن ندعم حوارا جزئيا جريئا بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية. نعم. سيد خلدون، ربما البعض يقدر عدد الضربات الصاروخية أو الإطلاق الصاروخي لكوريا الشمالية بربما 36 مرة هذا العام فقط. توقعاتك للردود التي يمكن أن تصدر من الولايات المتحدة وحلفائها في شبه الجزيرة الكورية؟ يعني الواضح أن هنا يعني لا يوجد هناك الكثير تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية، وخصوصا في تشعب هذه المشاكل، لأنها منشغلة في الحرب الأوكرانية الروسية، وأيضا التحدي الأكبر الذي أعلنته بصراحة الولايات المتحدة الأمريكية، وهو التحدي الصيني الذي يعتبره تحديا يمس الأمن القومي الصيني. لذلك يعني هم ما يفعلوه هو زيادة المناورات العسكرية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية، وحيث أنها كانت متوقفة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب ومون جاين، لكن الرئيس الكوري الجنوبي الحالي كيم سوك يول عمل على إعادة هذه المناورات العسكرية بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية، إضافة إلى عمل وحدة خاصة لمواجهة الأمن السيبراني في وحدة خاصة هنا. نعم. إذن أنت تقول سيد خلدون أنه ليس هناك الكثير أمام الولايات المتحدة لتفعله، إذن كيف يتعامل المجتمع الدولي مع يعني استفزازات كما تراها كوريا الجنوبية واليابان القادمة من كوريا الشمالية؟ يعني اليابان منذ يومين علمنا جميعا أنها غيرت يعني أصدرت إعلانا لاستراتيجيتها، عقيدتها العسكرية جديدة، وزادت في موضوع 80 مليارا للمصروفات العسكرية خلال الخمس سنوات القادمة. يعني اليابان أيضا، وهذا ما أشاد به الرئيس بايدن
أشاد بخطوة اليابان في فالموضوع يزيد من التوترات. الواضح من الأمر أنه يعمل على زيادة التوترات في المنطقة وفي شبه الجزيرة الكورية وفي المحيط الهادئ هنا، لأن يعني الآن اليابان تعمل على زيادة ترسانتها العسكرية فيما تصفه اليابان أيضا تحدي. نعم. للتحدي الأكبر وهو الصين أيضا، لكن باعتقادي أن للوصول إلى التهدئة وتخفيف التوتر والتصعيد هنا في شبه الجزيرة الكورية لا بد من الحوار، لا بد من الحوار بين الأطراف بدور بأن تلعب كل من الصين والولايات المتحدة الأمريكية دورا في الحوار وليس في زيادة التوتر من خلال التدريبات العسكرية والتجارب الصاروخية. نعم السيد خلدون ديب المحلل السياسي كنت معنا من كوريا الجنوبية، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات والإيضاحات.